أهلا ومرحبا بكم في الدورة التدريبية الجديدة لشرح برنامج سيلز أب، برنامج المحاسبة والمبيعات وإدارة المخزون من شركة فاتوس. فلنبدأ. في لعن أي مؤسسة تصرف مبالغ، سواء كانت دفع إيجار أو رسوم الكهرباء والماء والاتصالات وغيرها، ولتسجيل هذه المصروفات في النظام علينا القيام بما يلي: من القائمة الرئيسية اضغط على قائمة الحسابات، ثم اختر العمليات المالية ومنها المصروفات. أدخل البيانات الخاصة بالمستند، اختر الحساب، اضغط على السهم الصغير لفتح قائمة الحسابات، ثم الضغط على السهم الموجود بجوار كل حساب لفتح الحسابات المندرجة منه. اختر مركز التكلفة إذا تطلب الأمر، واختر تاريخ دفع هذه المصروف، اكتب قيمة المبلغ. نختار طريقة الدفع، نقدي أو شيك، حوالة بنكية أو بطاقة المدفوعات. عند اختيار شيك حوالة بنكية سيظهر حقل آخر، نختار منه اسم البنك الذي تم تحويل عليه الحوالة أو الذي تم ربط الشيك به. وعند اختيار بطاقة المدفوعات سيظهر حقل نختار منه اسم بطاقة المدفوعات الذي تم تحويل منها المال. ملحوظة: عند اختيار بطاقة مدفوعات أو بنك معين سينقص رصيده في النظام بقيمة المبلغ المدفوع. اضع على زر حفظ لحفظ العملية، أو حفظ وطباعة لحفظ العملية وفتح نافذة معاينة الإيصال. يمكنك مراجعة هذه العملية بعد حفظها في أي وقت. من قائمة الحسابات ثم اختر العمليات المالية ومنها مراجعة السندات، ثم اختر المصروفات. نشكركم ونرحب باستفساراتكم ومقترحاتكم. للمزيد من المعلومات المرجو الضغط على أيقونة المساعدة أو القيام بزيارة موقعنا الإلكتروني vatos.com.